يا بوسه. مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين. اشكر مجله دير جست كالعاده، دي هتقعد جنب اخواتها كده لذيذه. ميرسي. اشكر الجمهور المصري، مصر اللي عملتني وبشكرها، واشكر الاستاذ شريف عرفه. شرف كبير يا استاذ بجد، وجايزه دي جايزتك فعلا، لان احنا معاك حاجه تانية. واشكر احمد السقا زميلي واخويا وصديقي، واروى وخالد الصاوي واحمد مالك اللي مش موجودين النهارده، امين المصري انتاج الجزيره اللي ورا الكاميرا اللي بيتكسفوا دول اللي مش بنشوفهم كتير، وخالد صالح نفتكره النهارده ربنا يرحمه، والجايزه دي ليه برضه.